فما برشا beaucoup de définitions en mané. Mais disons que décorateur هو من الأعمدة اللي تك عليهم الفيلم يعني في الفيلم فما مخرج وفما ناس حوله ومن الناس اللي حوله هذوما مهمين في صناعة الفيلم هما الديكوراتور لأن الديكوراتور دوره أساسا هو يجسد أفكار المخرج يعني يجسد متطلبات المخرج دونك يلزمه يكون قريب للمخرج يكون عنده موقع قوي في الفيلم باش نجم يرجع الصورة اللي يحبها المخرج الدي او بي والديكوراتور يتعاملوا مع بعضهم برشا ويتفاعلوا كذلك مع المكياج ويتفاعلوا هالأعمدة اللي قلت يتركز عليهم الفيلم يلزمهم يتعاملوا مع بعضهم برشا باش يعطيوا الصورة المطلوبة لأنه من غير اتفاق ما بين مدير التصوير والديكوراتور ممكن تجي يصير نشاز يعني كل واحد ماشي في اتجاه كل واحد يكون عالم متاعه وحده أور العالم يلزم يكون مشترك يعني الفكرة والعالم اللي مش يتصور اللي مش يكون في الفيلم يلزم يكون تصور مشترك ما بين الإضاءة والديكور والكوستيوم والمكياج باش يعبروا على الرؤية متاع المخرج خدمة الديكوراتور تبدأ من ما يعبر عليه بالروبيراج الاستطلاع هذه فترة قبل الانتاج ممكن او ما قبل الانتاج تسمى هي فترة يستوعب فيها الديكوراتور السيناريو ويقترح أماكن التصوير أو الديكورات اللي يلزمها تتبنى لتجسيد المشهد المطلوب في الشريط هذاك دونك هذه فترة الأولى هي الاستطلاع أو الريبيراج ثم فترة التحضير ثم فترة التصوير هذوما ثلاث فترات الكبرى اللي الديكوراتور يجب يكون حاضر فيهم لأنه هو المسؤول الأخير عن ما سيظهر في الصورة يعني كديكور الفيلم ينجح إذا الحكاية باهية أولا إذا السيناريو حلو إذا المخرج عرف كيفاش يقدم القصة هذيك وإذا طبعا بدرجة ثالثة ورابعة الضوء والديكور يكونوا مهمين فما أفلام الديكور مهم فيهم جدا يعني ساعات فما أفلام الديكور يكون فيها شخصية من شخصيات الفيلم اللي نتذكره هو أني عملت فترة طويلة متاع ريبيراج متاع استطلاع يعني تقريبا 3 شهور وانا ندور درت الجنوب التونسي الكل صورته كله وبعثته للمنتج وللديكوراتور الانجليزي والامريكاني عملنا فترة استطلاع طويلة وهذه داخلة في طريقة العمل الامريكاني يعني الامريكاني حضروا بالقدا باش وقت التصوير ما يضيعوش وقت تشوباكا C3PO and R2-2 عصفور استح حاجة أخرى معناها هذاك فين تونس كل تعرفوا عصفور استح جايو البليزير دو كولابوري افيك فريد بوغدير عليه اخترنا اللي صورنا فيها اللي هي المحور الأساسي ولات في مثلا انك وقت لا يطلع فوق فالصح هذه كان مبنية ما كانتش موجودة في وسط إفالي عن سوبترفيوج باش ينجم يطلع في الصح فعملنا له كل جنارية في وسط الدار وطروف حديد ينقز بيهم يجي فوق الصح الأفلام اللي أبهروني شوية معناها، مثلاً ماد ماكس جيت
J'étais vraiment sûr, estomaqué par le travail sur les Mad Max, le premier et les suites aussi. C'est beaucoup de décors et d'accessoires et c'est très bien fait. Regardez! Là-bas! Ils reviennent! Perdez les issues! C'est ici que tout va se jouer. Légion Humungus vous salue! Dans un monde sans carburant. Humungus règne sur les terres désolées! Je suis profondément déçu, vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire! Défendre le carburant! Voilà, les éditions de JCC, les Nedekerhom ou les. Une impression, je garde une bonne impression. Ces éditions-là, je ne sais pas à l'Esch, mais j'ai dû rencontrer des gens très intéressants, j'ai dû voir beaucoup de films sur le Wacht Hedek. ما حضرتش ديما في الجي سي سي لانه عاده نكونوا في نفس الوقت نخدموا